بس قبل ما اطلع الفصل عشان في فصل دلوقتي، قارني بين احمد ياسر ريان ومحمد شريف في الهجوم، بقيمهم ازاي بعيدا عن عاطفه الاب ياسر ريان؟ بصي الجزئيه اللي حضرتك بتكلمها، كل لعيب بيبقى عنده مميزات. يعني محمد شريف عنده ميزه، وهتلاقي احمد ياسر عنده ميزه، وهتلاقي مروان محسن عنده ميزه، وهتلاقي كل واحد هو النادي الاهلي في الاول كده. ايه الميزه اللي عند احمد؟ يعني احمد رقم 9 اللي هو 9 اللي هو الكور الفروت السريع، اللي اي كور بالعرض هو برده ليه استغلال فيها، بيقدر يعمل، بيبقى محطه لفرقته، بيلعب دماغه كويس، بيلعب دماغه كويس. في عنده محمد شريف ممكن تحط له في المساحات اللي بتبقى ممكن ورا السوبرات والحاجات دي يقدر يستفاد منها. هتلاقي كل لعيب، ما هو النادي الاهلي كده. انا كانت النادي الاهلي بيستفاد مني عشان انا سريع، فكل لعيب كابتن هاني كان من اللعيبه اللي هي الاستبرات اللي هي كانت موجوده، بتاع دماغه كويسه، بيفكر، بيكشف الملعب. كل لعيب لازم عنده ميزه. ده عشان تاخد بطوله مع النادي الاهلي، هتلاقي كل لعيب في النادي الاهلي عنده حاجه معينه. مع الشناوي هتلاقي ميزته الراجل عنده ثبات، تنوع في المهارات مهم جدا. تنوع ما يكونش عندك اتنين شبه بعض بالظبط، بمعنى صح يعني. فيعني الامور كلها بتصب النجاح المنظومه نفسها. صحيح. بيبقى في تكامل في الاخر. طبيعي. انا ممكن النهارده استفاد من محمد شريف، بكره استفاد من احمد ران، ممكن استفاد من صلاح. يعني الموضوع كله مرتبط حسب احتياجاتي في الماتش ايه النهارده.